الآن الكلمة لسعادة الرئيس المحترم الموقر رئيس المجلس البلدي السيد محمد النجمي، سيقدم هذه الكلمة باسم المجلس البلدي، فليتفضل مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بداية استاذ الحضور كل باسمه وصفته، اسمحوا لي أن نشكر مؤسستي السلام للعلوم والتربية والأعمال الإنسانية ومؤسسة أرضية وأهل أصدقاء العيون الشرقية، إضافة إلى شكر لتجزئة الأمل التي أعطت سند الأرض لتمكين المؤسستين من إخراج هذا المشروع النبيل إلى الوجود. إذن قلت هذا الشكر لهاتين المؤسستين، والشكر إذا سمحتم شكرا أكبر للمنتمين لهذه المؤسسات من غير أبناء المدينة. عندما نقول مؤسسة السلام عرفت بأن فيها إخوانا وربما أخوات من غير سكان المدينة، أيضا أرضية وأصدقاء، هناك أصدقاء لهذه واقتنعوا وبادروا ونفذوا. شكر أيضا لجميع المحسنين من أبناء المدينة ومن العالم الذين ساهموا في هذا المشروع الخير، لله عز وجل هذه أكيد هذه جزاهم عليه خير الجزاء. والإخوة راهم ذكروا الحديث ديال الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره من الآيات، ملي يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كهاتين ولا يشير بالسبابة والوسطى، راه أمر يعني جلل، وإن شاء الله سبحانه وتعالى يفرحهم به يوم القيامة. الشكر أيضا للسلطات، الإخوان، جميع المتدخلين من قريب أو بعيد. إذا أقول وطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، يقول الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، ويشير بالسبابة والوسطى. عزكم الله وشكر مسعاكم ووفقكم لكل خير وفضل، ولا يسعنا من جهتنا إلا أن نبارك هذا العمل الطيب وأن نقدم يد العون والمساعدة ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. في هذا الإطار أقول أمرين فقط. إن شاء الله كاين مشروع ديال ملعب قرب بمحاذاة تقريبا القاعة اللي هتبنى بشراكة مع مجلس الجهة مشكورا، يتنفذ خلال هذه السنة إن شاء الله، بما سيمكن هؤلاء اليتامى من ممارسة الأنشطة الرياضية على الأقل كرة القدم المصغرة. الأمر الثاني، نحن كمجلس بجميع أعضائه إن شاء الله عندنا الموافقة المبدئية لعقد شراكة مع الجمعية المسيرة لدار اليتيم، لأننا ندرك أن مسألة التسيير أمر ربما أكبر، لأنه عنده واحد السيرورة في الزمن أكبر من البناء، لإنجاح هذا الأمر إن شاء الله في خلال السنة اللي إن شاء الله توفقوا نتوما. خلال السنة ما نبقاوش ننتظروا، نشتغلوا على الشكليات ديال الشراكة باش توقع من خلال إحدى الدورات ديال المجلس. إذا مجددا الشكر للجميع، نحن راهن الإشارة والسلام. الشكر أيضا للسادة المهندسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.